صرح وزيرة الخارجية الأمريكية أنتونيون يوم الخميس بأن الولايات المتحدة ترى السعودية كشريك حيوي وأمريكا ملتزمة بالدفاع عن المملكة لدينا شراكة قوية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ونحن ملتزمون بالدفاع عن المملكة وأضاف هذه الشراكة مع المملكة العربية السعودية هي مهمة مهمة واحدة حيوية ومن حيث التعامل مع بعض من أهم التحديات التي نواجهها واحدة نقدرنا للغاية ورحبت الأمير فيصل بن فرحان في اجتماع مغلق سيتضمن مناقشات حول إيران واليمن وتغير المناخ وقال بلينكون لدينا الكثير من العمل الذي نقوم به معا في مجموعة متنوعة من القضايا الهامة للغاية من المناخ إلى الطاقة إلى اليمن إلى إيران وأشاد الأمير فيصل بالشراكة القوية بين الحلفاء وقال الأمير فيصل لقد قدمت علاقتنا قيمة هائلة لكل من بلداننا ولكن ليس فقط بالنسبة لنا أيضاً في المنطقة المطرب سنتحدث عن الأمن الإقليمي وكيف يمكننا العمل معاً على ذلك ولكن أيضاً كما ذكرت تغير المناخ، الطاقة، الشفاء من كوفيد-19